الأخ العزيز والصديق الأمير طلال، مشايخ الأجلاء، الأئمة من القماطية وكيفون، الأحزاب الوطنية دون استثناء، الحفل الكريم. سنختصر اليوم هذا المهرجان الكبير ببعض الكلمات. إنه يوم الشهداء، شهداء بيسور. إنه يوم شهداء الحركة الوطنية اللبنانية، المقاومة الوطنية الإسلامية، حركة أمل، كل الذين سقطوا هنا من أجل مواجهة إسرائيل وترسيخ عروبة لبنان وفتح طريق بيروت، فتح طريق جبل إلى بيروت إلى الجنوب مرورا بالإقليم وصيدا. إنه يوم كبير اليوم، فتحية لجميع الشهداء دون استثناء الذين ضحوا ومن هذا المعبر وصلوا إلى الثغور، ولاحقا عام 2000 حرروا الجنوب دون قيد وشرط. هذه جامعة كريمة فيها تنوع سياسي، لن أقول هناك تنوع مذهبي أو طائفي، فيها تنوع سياسي، وهذا التنوع هو الغنى، غنى لبنان وغنى كل الأمة. علينا نحافظ على هذا التنوع، على هذا الغنى، وننطلق من خلاله من أجل دعم مسيرة الاستقرار ومحاربة التكفيريين، خاصة الذين أتوا علينا في منطقة عرسان. وعلينا أيضا نحيي شهداء الجيش اللبناني وشهداء قوى الأمن الداخلي، وعلى هذا التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتي من خلالها أحبطنا مؤامرات كبيرة من تفجيرات متعددة ومتنوعة. نحن لسنا إلا في بداية الطريق، الطريق الطويل من أجل محاربة هذا الوحش التكفيري الذي كما أشار إليه بدقة الأستاذ وليد العريضي، هو وحش يهجر التنوع بكل أشكاله وأنواعه، ليس فقط المسيحيين، مسيحيو العراق، بل حتى الذين احتضنهم الإسلام ولم يطردهم الإسلام، من الأيزيديين الذين طردوا بالآلاف، بعشرات الآلاف في العراق وهم على باب التشريد اليوم. هذا التنوع الذي عرفه العصر الأموي والعباسي وغيرها من العصور اليوم يمحى على يد هؤلاء. وحده هذه الجامعة الكريمة تستطيع أن تحمي لبنان وتنكب أيضا إلى الورشة التي أطلقها رئيس اتحاد البلديات الوليد ملاعب في الإنماء، في التطور، في العريضي، عفوا، في التطور، ما تنسوني عريضي، واحد بعد 20 في جناه بديع الواحد. لأن الهموم الإنماء أيضا تزيد اللحمة بين المواطنين. شكرا لكم أهل بيسور، شكرا للأحزاب، شكرا لجميع الذين حضروا، وقريبا إن شاء الله نفتتح سويا جامعة البلمنت، الصرف الصحي. موضوع المكب يمكن يتأجل شوي، لكن أصرينا في الحكومة على أن يكون هناك مكب آخر، يعني مكب الناعمة مش باقي، مكب الناعمة مش باقي، لكن بدأ شوية تأخير بالمهل الزمني. وغير هيك شكرا للجميع، يعطيكم العافية.